أهلا وسهلا بيكم، وهنبتدي الآن بس على الجروب. احنا ابتدينا البث الآن على الجروب، وبعدين بس يعني نعمل شير علشان الناس تبقى معانا هي على الجروب، طيب احنا دلوقتي اهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات من لقاءات أكاديمية تفكير، واحنا النهاردة في الجلسة رقم 7 من دورة توتر القرآن 2، وبنستكمل دراسة الفصل العاشر من كتاب مقدمة عن توتر القرآن لجمال عمر، وإحنا تناولنا جزء من الفصل المرة السابقة، وهنستكمل النهاردة نقطتين فيه. ولأن أكمل مقاله أو اهتمامه حتى من المقال في الدورة الماضية عن موضوع المقاصد، فهو كتب مقاله الجديد أيضا بيتناول جوانب من هذه القضية. فبداية من الآن هنبدأ نعرض المقالات، فيعني أتصور في خلال 20 دقيقة أو أقل أكمل صفوة يقدم عرض لمحتوى مقاله، والمقال متاح في الدوسيه بتاع المقالات للناس اللي خلصت مقالات، فاللي لسه ما خلصش مقاله مش هيقدر يشوف مقال أكمل. فأكمل بقى اتفضل، اعمل أميوت لو سمحت. شكرا يا جمال، شكرا يا جماعة، مساء الخير. أنا سعيد جدا إني هقدم مقالتي النهاردة، كان شيء ممتع جدا وأنا بحاول أكتبها الحقيقة، وتعلمت حاجات كتير، فأنا شاكر جدا للفرصة الحقيقة. أنا خايف المقالة طويلة وإن أنا أتكلم كتير، فجمال أرجوك نبهني إذا حسيت إن الوقت هيطول. باختصار المقالة عنوانها هل يكون تحليل الخطاب هو فصل الخطاب لمشكلة توتر القرآن؟ وأنا مبدئياً واخد نقطة البداية من دعوة نصر حامد أبو زيد للتعامل مع القرآن بوصفه خطاب أو بوصفه خطابات، ومحاولة تفسيره باستخدام علوم تحليل الخطاب، ودي نقلة نوعية جوهرية، يعني كل اللي فات حاجة واللي هو بيقوله نصر حاجة تانية خالص. والسؤال بقى، هل بما إننا هنعمل هذه النقلة الجوهرية والمنهجية الجديدة دي، هل ده هيحللنا مشكلة توتر القرآن ولا؟ ده اللي أنا بحاول أجاوبها. المشكلة اللي واجهتني طبعاً كانت في البداية إن أنا مش فاهم يعني إيه تحليل الخطاب، وبالتالي أنا هحاول اللي حاولت أعمله واللي كتبته في المقالة واللي هحاول أقدمه لكم هو محاولة للفهم، فهم يعني إيه النص وإيه الفرق بينه وبين الخطاب ويعني إيه تحليل الخطاب، لأن أنا في رأيي دي يعني في حد ذاته نقطة جوهرية جداً، فاسمحوا لي أخش بالتفصيل ده. يعني مبدئيا كده النص التعريف اللي انا لقيته واعتبرته معبر جدا هو انه بنيه لغويه تتجاوز حد الجمله المفيده. اي بنيه لغويه تتجاوز حد الجمله المفيده ممكن نعتبرها نص في اللغه، مش في الفقه طبعا. وده يعني تعريف بسيط وتعبير مصمت زي ما انا مسميه، وبيتعامل مع النص باعتباره، وده تعريف تاني للنص، مجال محدد، مكان لغوي محدد ومغلق ومكتفي بنفسه من حيث دلالته، مش محتاجين نفهمه بحاجه براه. والتعريف ده بيفسر لنا حاجات كتير، يعني بيفسر لنا ليه الفقهاء والقدماء كلهم لما جم يتعاملوا مع القران كنص بداوا يستخدموا ادوات تحليل النصوص، اللي هي اللي يبصوا على المجاز ويبصوا على كلمات على الغريب اللغه ويبصوا على المعاني مع جميع الالفاظ ويبصوا على المجاز والاستعاره وخلاف والدرس البلاغي كده. وبرضه مفهوم ده يفهمنا ليه بما ان النص مكتفي بنفسه من حيث دلالته، فلما جم يقارنوا ما بين عموم اللفظ وخصوص السبب انتصر عموم اللفظ، لاعتبار يعني النص مقفول ومش محتاج اكتر من ده، مش محتاجين بقى اسباب نزول وكده عشان نفهم، فده منطقي مع فكره التعامل مع النصوص برضه. وبرضه مفهوم ليه لما جم يتعاملوا مع القرآن فتتوه وقسموه لأجزاء صغيرة صغيرة صغيرة، لأنهم مش محتاجين لما يتعاملوا مع النص غير إنهم ياخدوا أجزاء كل جزء مقفول على نفسه
من حيث دلالته، ما اعتبروش ان هم لازم يبصوا على القرآن ككل ويفهموا التشريعي في ضوء الروحي مثلا والاخلاقي وهكذا. فدي كلها مشاكل او دي كلها صفات او نتائج من ان احنا تعاملنا مع القرآن ككل. احد الاهم المشاكل طبعا كانت ان هي لما بتحاول تتعامل مع القرآن كنص، فده ما بيخليكش تستخدم اي وسيله موضوعيه في الحقيقه عشان تحسم اي خلاف حوالين قضايا ملتبسه زي مثلا قضيه توتر القرآن، عشان طبيعه الاليات التحليليه اللي انت بتستخدمها في تحليل النصوص، النصوص ما بتسمحش بكده. لو انت قلت انا هستخدم النسخ والمنسوخ مثلا، فما فيش اي حاجه موضوعيه اكتر من ان انت مؤمن يا مؤمن بالنسخ والمنسوخ يا مش مؤمن بالنسخ والمنسوخ. فيعني ده من ناحيه البدايه، يعني الايديولوجيه هتحكم. والحاجه الثانيه كمان، انت ما عندكش يعني مثلا هنا اليه تقدر تثبت لك بالظبط الترتيب التاريخي اللي على اساسه هتحدد ايه نسخ ايه وكده، فده برضو بيخليك تلجا الى الايديولوجيه. الايديولوجيه هتنتصر يعني في الاخر لما تبتدي تتعامل مع النص بهذا الاعتبار. ومثال اخر، موضوع الحاكميه كمثال لتحكم الايديولوجيه. كل دي الامور اللي خاصه بالنص. طيب نسيبنا النص، فهمنا النص وعرفنا ايه صفاته ومشاكله. طب ايه هو الخطاب بقى؟ خطاب حاجه ثانيه خالص. الخطاب هو مجموعه من الرموز اللغويه والممارسات العمليه. خلي بالكم من دي كمان، مش مجرد رموز لغويه ولكن ممارسات عمليه كمان، بيتم من خلالها خلق وتثبيت واضفاء الشرعيه على المعنى في اطار سياق اجتماعي وتاريخي معين. يعني باختصار الخطاب هو عمليه اجتماعيه تاريخيه لخلق المعنى من اللغه في سياق. ودي نظريه بينيه، بمعنى انها مش ما هيش نظريه علم اجتماع ولا علم انثروبولوجي ولا علم سايكولوجي ولا علم لغه، وانما هي من العلوم، من نظريه تشمل كل العلوم دي على بعضها. هي بينيه فيما بين كل هذه العلوم، يستخدموها كلهم في كل واحد في مجال. وعايزين نفهم يعني ايه خطاب ويعني ايه خلق المعنى وكده. فعايزين ناخد، انا جبت مثال بسيط جدا، ابسط حاجه ممكنه في الدنيا. واحد قاعد على القهوه وبيكلم واحد وبيقول انا عايز واحد شاي، والراجل رد عليه مثلا قال مثلا عندك واحد شاي للبيت. هنا اللي حصل ده حصل خطاب بين اثنين. الخطاب ده عشان نفهمه ما نقدرش ابدا نقراه، بس لو قريت التكست مش هتفهم حاجه خالص من اللي حصل. لان مين اللي قاعد؟ قاعد في انهي قهوه؟ قهوه بلدي ولا قهوه في فندق خمس نجوم؟ شكله عامل ازاي؟ لابس ايه؟ سنه كام؟ قاعد مع مين؟ قالها ازاي؟ الراجل رد عليه قال ايه؟ كلمه عندك واحد شايل البيت دي ممكن تبقى كل حاجه، ممكن تبقى عندك واحد شايل البيت ملهاش اي معنى اكتر من كده، وممكن تبقى تريقه، وممكن تبقى تريقه عشان البيت، وممكن تبقى تريقه عشان مثلا البيت لانه شكله ما هواش بيه ولا حاجه، فقير مثلا، او لانه صغير في السن. يعني مليون حاجه هتخش في تعبير ازاي نفهم وعندك واحد شايل البيت. اللي انا عايز اقوله هنا ايه؟ اللي انا عايز اقوله ان الخطاب ده، يعني اللي حصل الحوار ده خلق علاقه. الخطاب بيخلق واقع اجتماعي جديد ما كانش موجود قبل الخطاب. فدي نقطه مهمه، وبيوريك ببساطه ازاي الموضوع ده معقد جدا. انا خدت ابسط حاجه في الدنيا عشان اقول لكم ازاي الموضوع ممكن يكون معقد. هنمد الخط ده على استقامته بقى ونشوف ان احنا محتاجين نفهم خطابات اكثر اهميه واكثر تاثير. خطاب الحكومه مع المعارضه، خطاب الحكومه مع المواطنين، والخطباء في الجمعه وعظات الاحد وكده. لكن كمان حاجه زي مثلا خطاب القران مع اهل الكتاب. مع اهل الكتاب اول ما يبتدي القران يخاطب اهل الكتاب، هو خلق واقع اجتماعي جديد. هو خاطبهم، هم ردوا عليه. خاطبهم ازاي؟ قال لهم ايه؟ اتقابلوه ازاي؟ ايه الواقع الاجتماعي الجديد اللي هو فهمه، اللي هو خلقه؟ دي حاجات كتيره مهمه جدا عشان ففهم يعني استخدام الخطاب لفهم حاجه زي كده حاجه مهمه جدا. في مستوى تاني اكثر تعقيدا بقى بالنسبه للخطاب، ان الخطاب بيخلق حاجه، ودي كلمه، وده ده راي ميشيل فوكو، انه بيخلق حاجه سماها ريجيم اوف تروث. وانا لما حاولت اترجم دي ترجمتها نظام الحقيقه، ولما جيت جوجل واحاول ادور لقيت نظام الحقيقه، بس في الحقيقه هو مش نظام الحقيقه، لان المعنى اللي هو عايز يقصده حاجه اشبه لما تقول مثلا ريجيم اوف جوفرنمنت، يعني نظام حكم، نظام حاكم للحقيقه. وده الحقيقه لما وصلت للمعنى ده فهمنا حاجات كتير. ميشيل فوكو بيقول ان الخطاب بيخلق نظام حاكم للحقيقه. يعني ايه؟ يعني
الخطابات بتحدد ايه هو الحقيقي، تمام؟ ايه الاليات اللي بتمكننا كفرد وكمجتمعات اننا نميز بين الحقيقي والزائف؟ ايه المصادر اللي تعتمد عليها عشان تبقى حقيقي، عشان توصل للحقيقي؟ ايه الطريقه اللي بيعتمد بيها، اللي بيتم بيها اعتماد الحقيقه وعقاب المنكر ليها؟ وميشيل فوكو كان مهتم جدا بفكره العقاب ووضعيه المتحدثين باسم الحقيقه دي. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ هو طبعا بيقول ان الحقيقه نسبيه وذاتيه ومش موضوعيه اللي بيخلقها الخطاب، ومش ممكن تفصلها عن علاقات القوه جوه المجتمع. بمعنى ايه؟ يعني لو مسكنا مثلا خطاب زي خطاب الكنيسه ايام جاليليو، الكنيسه كان عندها خطاب بيقول ان الانسان مركزي في الخطاب الالهي، ومن الفكره دي نشات مركزيه ان الارض هي مركز الكون، زي ما الانسان هو مركز الخطاب هو مركز الكون، فالارض هي مركز الكون. ده تحول الى حقيقه، بقى حقيقه علميه بالنسبه لهم، الارض هي مركز الكون. فهذا الخطاب خلق حقيقه، تمام؟ وحوالين الحقيقه دي اتكون نظام حاكم للحقيقه بيحدد لهم ياخدوا الحقيقه دي منين، من انهي كتب، من انهي كتب في الاناجيل، باي تفسير من التفسيرات اللي ياخدوها عشان تعتبر حقيقه، وما عداها يعتبر ارتقاء ومخالفه ليها. وحدد لهم كمان مين اللي يتكلم ويقول الحقيقه دي، اللي هم رجال الدين، واللي هم يقدروا يعاقبوا الناس اللي هم كانوا عملوا كده مع جاليليو، اخذوه وعاقبوه وحكموه لانه خرج عن هذا الاطار، هذا الاطار النظام الحاكم للحقيقه. فدي فكرة عبقرية، ما كانش سهل في كل حقيقة يعني. وبعدين هنلاقي ده بقى نقدر نشوفه هنا في مجتمعاتنا، قضايا كتيرة زي مثلا مبدأ القوامة. لو خدت الفكرة دي ان ده مبدأ، طلع فكرة، طلع منها ايه؟ طلع منها حقيقة من وجهة نظرهم، اللي هي أفضلية جنس الرجال على جنس النساء. دي بقت حقيقة بيعتبروها حقيقة علمية كمان، خلاص؟ فبقت حقيقة، وحوالين الحقيقة دي في نظام حاكم بيحدد الآليات التفسيرية اللي بتدعم هذه الحقيقة، المصادر المعتمدة، المتحدثين الرسميين، وطرق عقاب الناس اللي بيخرجوا عن هذه الحقيقة وبيقولوا كلام مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وكيف ننزل العقاب به، تمام؟ يبقى دي القدرة على خلق هذا النظام الحاكم للحقيقة، واللي هو مهم جدا وبيأثر على المجتمعات، هو اللي بيخلي الخطاب أهم من النص بكتير، وكل الناس قالوا كده. طيب يبقى ده الخطاب وده النص. إيه؟ لما يجي واحد نفس حمد أبو زيد بيقول نستخدم آليات تحليل الخطاب، يعني إيه؟ إيه هي آليات تحليل الخطاب وإيه وسائلها؟ إذا كان الخطاب هو عملية خلق المعنى في سياق، فالتحليل الخطاب هي عملية فهم، هي فهم لهذه الطرق، إزاي بيتم هذا الخلق، وما هي الحقيقة اللي بيخلقها الخطاب. والموضوع معقد جدا، لان انا زي ما قلت دي من المسائل اللي هي في العلوم البينيه، وبالتالي كل علم له الياته، ولكن الاسلوب العلمي لازم يعني يسود. واحد اهم الحاجات ان في الحقيقه الواحد يقدر يستخدم اسلوب علمي شديد الصرامه، رغم ان هذه الافكار تبدو مش زي علوم البيولوجيا والفيزيائيه يمكن يعني طحبها واختبارها، ولكن مع ذلك هناك وسائل لهذا. فتعالوا نعرف نشوف ازاي يتم ده. يعني مثلا احد الحاجات اللي الناس بتعملها ان الواحد ممكن يدور على يمسك فكره زي اللي انا شرحت كده، فكره افضليه الرجل على المراه دي ممكن نقول دي موجوده في مجتمعنا، تعالوا ندور على الخطاب او الخطابات اللي ادت لشروع هذه الفكره. ودي بقى مش موضوع دراسه، ده دراسات، لان الواحد ممكن يمسك وسائل الاعلام ويبتدي يحلل كل اللي اتقال فيها واتقال فيها امتى وازاي وباي صيغه وكيف كان تاثيره. ممكن يشوف ده في الخطاب السياسي، ممكن يشوف ده في الجرائد، ممكن يشوف ده في المناهج الدراسيه، ممكن يشوف ده في الادب المقروء، ممكن يشوف ده في الاغاني، ممكن يشوف ده في الافلام، ويتتبع بقى تاريخيا ويبتدي يدي امثله عشان يفهم الناس ازاي ظهرت هذه الفكره وكيف اثرت. لكن ممكن الواحد يعمل العكس كمان، يعني ممكن يختار خطاب ما ياخدش فكره لكن ياخد خطاب، زي مثلا خطاب عنصري طالع لتفوق الجنس الابيض مثلا في فتره زمنيه، مثلا يقول في المانيا مثلا على سبيل المثال، ايام الحرب العالميه الثانيه. طيب الخطاب ده كان موجود حتى من قبل هتلر كمان. طب تجسد ازاي بقى الخطاب ده؟ ممكن نشوف ده في كتب علميه او في خطاب سياسي، او ويبتدي يرجع لورا ويشوف او يطلع لقدام يتتبعه من لحظه ولادته عشان يفهم الخطاب ده خلق حقيقه شكلها ايه، وخلقها ازاي، وايه نوع النظم الحاكمه الحقيقه اللي خلقها في المجتمع ده، وكيف انتشرت وسادت وكده. واحيانا تكون الفكره ظهرت واختفت، فيدرسوا كيف تم اندثار الفكره دي، تنتشر ازاي او تندثر. فيبقى عمليه فهم،
سوسيولوجي لكيف تحولت الأفكار إلى أو الخطابات إلى أفكار إلى نظم حاكمة الحقيقة. وممكن واحد يقارن بين خطابين، ومن الحاجات المهمة جدا أنا شفتها مؤخرا وأثرت فيها في الحقيقة هي مثلا مقارنة بين خطابات الحكومات الغربية دلوقتي على الهجرة الأوكرانيين لدول أوروبا ومقارنتها بالخطاب اللي كان سائد وقت هجرة السوريين. من حيث بقى كل حاجة، المفردات اللغوية اللي استخدموها، حتى الوسائل السمعية والبصرية. كان في مقالة بديعة جدا بتوري إزاي إن لما يعني الصور لما بيتكلموا على مثلا اللاجئين الأوكرانيين ويبقى الخبر في البرنامج بيقول ان اللاجئين الاوكرانيين يسوقوا اوكرانيا وفي طريقهم الى اوروبا، فتلاقي الصور اللي طالعه دي عباره عن صوره واحده شايله بنت او ولد وجره ولد تاني وبتجري على كوبري، والصوره فوكس زوم عليها، انت مش شايف غير وشها، شايف انفعالاتها، شايف معاناتها، شايف صعوبه حركتها. فاولا تتفاعل معاها وتتعاطف معاها، ثانيا ما بتحسش بالتهديد. لما تقارن ده بصور السوريين اللي كانوا جايين، تلاقي الصور متاخده من بعيد وصوره كاميرا واسعه قد كده وجحافل من البشر، جراد، نمل ماشي داخل، مئات بيتحركوا، لا انت قادر تشوف كل صوره، كل وش كل واحد عشان تتعاطف معاه، ولا انت شايف معاناه الفرد لكن شايف هجوم. وبالتالي حتى الوسائل السمعيه بتدي خطاب، وممكن واحد يدرس هذا الخطاب ويحلله ويبين ازاي تم استخدامه عشان يؤدي الى خلق حقيقه ثم لنظام حاكم للحقيقة. في حاجة تانية بقى مهمة جدا، مهمة بالنسبة لنا كالناس عايزة تحول نص القرآن اللي تم درسه كنص إلى خطاب. في دراسات اتعملت عشان الواحد يبص على النصوص ويشوف إذا كان فيها خطاب أو إذا كان تأثرت بخطاب تاني. وهنا اديت مثل لباحثة أمريكية اسمها إيميلي مارتن، نشرت بحث سنة 1991، حللت الخطاب داخل كتب كتيرة جدا، كتب علمية، مقالات علمية بتتحدث عن بيولوجيا التكاثر عشان تشوف إزاي تسللت الأفكار الثقافة السائدة، الرؤية النمطية التقليدية للذكورة والأنوثة في لغة الكتب العلمية دي. فتلاقي طبعا هي جابت أمثلة كبيرة جدا، أنا مختصر إن هي تلاقي الحيوانات المنوية يوصفوها في هذه الكتب بأنها نشيطة، متحفزة، تتحرك، تتسابق، تتنافس في رحلة شاقة عشان توصل إلى البويضة وتخترق البويضة، وفي السكة في منها من يتم التضحية به أو تسقط من الإجهاد، حرب يعني، وشاهد كلها ماتشو فيها الذكورة والتنافس وكده. البويضة في المقابل بقى بيوصفها أنها إيه؟ ساكنة، محمية، يتم دفعها، يتم حملها زي الملكة كده، بتمشي يتم حملها داخل قنوات فلو وتقعد وتنتظر برضو زي الملكة، ويسموا الجدارها في السيج اللي هو الثوب أو الرداء، والبروتينات على سطحها الكورونا اللي هي التاج، يعني كلها صفات أنثوية، وكأنهم بيوصفوا حاجة لها علاقة يعني بالنوع من أنواع الرومانسية. حتى عنوان مقالتها إزاي الواحد بيرومانتيسايز يعني الكلام. المدهج بقى، وده برضو من الحاجات العلمية اللطيفة، إن هي مش بس بتجيب يعني أمثلة وتقول ده بيؤدي لده وخلاص، لكن تقدر كمان تشوف عشان تثبت علمية الحاجة، تقول إزاي لما تتغير الحقائق العلمية يوم يتغير الكلام عشان يؤدي لنفس النتيجة. فهم بيقولوا مثلا إنها مع الوقت اكتشفوا إن كل الكلام اللي كان بيتقال ده في كتب الستينات والسبعينات والثمانينات مش حقيقي، وان ان في حاجات مختلفه، البويضه مش ساكنه زي ما احنا بنتصور، بالعكس بتتحرك، وان عمليه اختراق البويضه دي مش جدعانه من الحيوانات المنويه ولكنها تعاون ما بين الاثنين مع بعض. فاذا بالكتب العلميه دي لما تيجي تستخدم تعبيرات عشان تعبر عن هذا، تستخدم بقى تغير فكره المراه البويضه الساكنه الكوين المحموله دي الى فان فتال، المرأة الأنثى الشرسة القاتلة، فيتكلموا عن البويضة بأنها تقتنص الحيوانات المنوية، تستولي عليها، توقعها في حبائلها، الحبائل دي فيها شبكة من الزوائد، وإنها بتندفع نحو الحيوان المنوي وبتعترض طريقه وتقطع رحلته كأنه كان رايح مثلا مشوار مش رايح لها هي يعني. يعني وبعدين بتدي أمثلة أخرى برضو إزاي تسللت هذه الأفكار التقليدية عن الذكورة والأنوثة داخل الكتب العلمية، عشان تقول إن كان في انحياز واضح جدا لبيولوجيا الرجل
واعجابا بقدرته على انتاج ملايين الحيوانات المنويه، يتكلموا عنه كانه يعني اعجاز، بحين المقابل بيتكلموا على البيولوجيا المرأة انها كل شهر بتهدر بويضات، البويضات الانثويه تهدر، بحين ان الراجل بعمال ينتج كتير، مع ان لما تعمل حسابات تكتشف ان لكل طفل بيولد المراه بتهدر يعني بين قوسين 200 بويضه، لكن الراجل بيهدر تريليون حيوان منوي، 10 اس 12، يعني ما فيش وجه مقارنه، ومع ذلك ما بيتسماش ده اهدار. يعني الخلاصه النموذج دي مجرد نموذج بسيط عشان يوريك ازاي ان انت تقدر تاخد نص وتحلل الخطاب داخله، فتكتشف كثير من الرسائل المخفيه اللي ما كنتش تعرف توصلها الا لما تستخدم هذا الاسلوب من التحليل. بشكل عام عشان ارجع تاني اكد على فكره ان الموضوع علمي جدا وما هوش مجرد استنتاجات، فأي سواء انت اخذت ده او اخذت ده او استخدمت الطريقه دي واستخدمت الطريقه دي، فلازم ان انت تعمل حاجات معينه كباحث، اللي هو انك انت لما تيجي تحلل الخطاب بتدور على من هو المتحدث، مع من يتحدث، ما هي وسيله الخطاب، ما هو وسيله الخطاب، ما مصادر الخطاب، ما نوع الخطاب، ترهيبي، ترغيبي، تهديدي، سجالي، تقريري، سردي، ايه مناسبه الخطاب، ايه اليات انتاج المعنى داخل الخطاب، ما هو السياق الاجتماعي، نوع العلاقات القوه في المجتمع، المشاركين في الخطاب ازاي اثرت وتاثرت بالخطاب، ويبتدي عمليه تحليل بقى لكل ده، عملية تحليل عميق لكل ده عشان تقدر توصل للنتيجة. فهي ما هيش مجرد عملية استنتاجية سهلة كده، ولكنها عملية علمية معقدة. الحاجة الثانية المهمة بقى خالص، ان انت ممكن بعد ما تعمل كل هذا الجهد، يعني انت بتعمل هذا الجهد لكن لا تغفل ايضا انك انت تقدر تحول هذا الخطاب الى نص، وتبتدي تستخدم ادوات تحليل النصوص، عايز تستخدم تشوف الدرس البلاغي والقراني، عايز تشوف اللغة ومعانيها وكده، ده ضروري وتقدر تعمله، وبالتالي انت مش بترمي كل ما سبق، لكن كمان بتضيف عليه اضافه بتزيده ثراء. وده اللي قاله نصر حامد ابو زيد لما قال كل خطاب نص وليس كل نص خطاب. تمام. دلوقتي انا اتكلمت على الخطاب والنص، واتمنى ان انا اكون وضحت الفرق بين الاثنين واهميه فكره الخطاب. في امثله بقى تانية جابها نصر حامد ابو زيد، أنا آسف. لما تيجي بقى عملية تحول ال هتستفيد إيه؟ يعني هل فعلاً لما نعمل كده هستفدنا حاجة دلوقتي؟ نصر حامد أبو زيد للأسف توفى قبل ما يعني فعلاً يدرس الموضوع. كان عندي أمل يعني ربنا يمد فوره، بس الباقي بركة في تلاميذه بقى إن هم يقدروا يطلعوا يعني درر من هذا من هذا المنهج، يعني لانه في رايي وفي راي نصر حمد ابو زيد شخصيا، يعني هو بيقول ان ده هيخلق تاويليه ديمقراطيه، وانا فاهم، انا اعتقد ان هو يقصد من كلمه ديمقراطيه دي انه زي ما بقول لك لما تعمل هذا العمليه التحليل، لما تحب تنتقدها هتعمل عمليه تحليل اخرى مشابهه في العمق، ومش هيبقى سجال ما بين افكار مسبقه وايديولوجيات. المفروض ان هذه عمليه التحليل دي تؤدي الى نتائج ما تكونش انت فكرت فيها من الاول، يعني وبالتالي يخف حده التوتر وتخف حده الايديولوجيه، وتتحول الموضوع الى درجه من الموضوعيه، لاني وضحت لكم قد ايه الموضوع علمي ودقيق، او على الاقل بيلتزم بالمنهج العلمي بدرجه كبيره. طيب انا جبت امثله يعني بريف خالص، تقريبا هي كل اللي انا لقيته نصر احمد ابو زيد قاله، وانا مش هخش في تفاصيله، بس خمس دقائق كمان، اقل من خمس دقائق ان شاء الله، يعني من غير بقى انتوا بقى تقروا المقاله هنا يعني باختصار، لان هو من ضمن الحاجات اللي قالها ان ممكن تحليل الخطاب يساهم في ترتيب النزول. يعني هو بيقول ان هو يقدر الواحد يقدر يتتبع خطابات، ما يبصش بقى على كده، لكن يشوف الخطاب يتطور ازاي في حديثه مع اهل الكتاب مثلا، او مع المشركين او كده. الخطاب لما تشوفه كخطاب هتلاقيه بيتطور، فتقدر تتابع تطوره، وبده يساعدك على انك تقول اه ده غالبا ده جاء قبل ده، فمن غير دخول في تفاصيل. ده احد الحاجات اللي هو كانها، ده طبعا مبحث ممكن الناس يتعمل فيه عشرات الدكتوراه. هو كان عنده تفسير جديد للمحكم والمتشابه، يعني الآية بتاعت المحكم والمتشابه اللي كنا عارفينها، هو كان شايف إن هي دخلت في إطار خطاب محدود خاص بخطاب موجه للنصارى، وموجه خاص بفكرة رؤيتهم للمسيح، لأن القرآن له رؤية للمسيح والنصارى ما فهموهاش، ما فهموهاش بكلة إنه كلمته التي أرقاها إلى مريم وروح منه دي، وكلمة روح منه ما فهمهاش. فهو المحكم والمتشابه، المتشابه هنا هو هذا التشابه اللي كان في عقل المفسرين او النصارى اللي كانوا عايشين وقتها،
فهو ما هوش حاجة تسقطها على جميع الخطاب القرآني. مثلا على سبيل المثال كان له رأي في فكرة المساواة في أمر الزواج المختلط، وشرح إزاي أنه هو شايف من برؤيته لتحليل الخطاب، رغم أنه ما قالش صراحة يعني، لكن اللي أنا فهمته منه جمال ممكن يصحح أنه ممكن أنه يسمح بزواج المسلمة من الكتابي، أنه هو شايف أن ده ممكن وفي إطار فهمه للخطاب القرآني اللي كان بيتحول من خطاب يعني تباعد وانفصال إلى خطاب تعايش ومشاركة. كمان هو كان له رأي في فكرة فهم اللاهوتي في ضوء نوع الخطاب، فبيقول إن في المفسرون يعني انقسموا حوالين تفسير آية إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا، وقال إنهم عادوا بقى له أمرنا ولا أمرنا وإن هي وإزاي ربنا يؤمر وبعدين يعاقب وكده، وبعدين هو بيقول كل الكلام ده ما كانش المفروض يبقى موجود، لأن في النهاية الآية دي لم تأتي في إطار خطاب إخبار الذات الإلهية عن نفسها، لكن أتت في إطار خطاب تهديدي متواعد موجه إلى كفار قريش تحديدا، وبالتالي من الخطأ محاولة الاستدلال على صفات لاهوتية من غير ما تاخد في الاعتبار نوع الخطاب اللي نعم. وأخيرا ويلب الموضوع لا مش لب الموضوع، لكن أخيرا رؤية المقاصد الكلية للشريعة في ضوء السياق الكلي للخطاب. ناصر بدأ في تسعينات القرن الماضي كتب المقالة بتاعت المقاصد، واقترح فيها ثلاث مقاصد كلية تستوعب المقاصد الخمسة. وأنا رأيي يعني إن دي القراءة دي كانت إرهاصات جنينية لفهم نصر للقرآن من حيث كونه خطاب، لأنه استخدم فيها كل الآليات، رغم أنه ما كانش يبدو واعي أنه بيعمل كده وهو بيعمل كده، لكن هو استخدم كل آليات تحليل النص وهو بيحاول يفهم ده. فده باختصار يعني الإسهامات اللي عملها نصر واللي ممكن يتبني عليها حاجات كتيرة جدا. طيب هل أنا جبت على السؤال هل يكون تحليل الخطاب هو يعني فصل الخطاب؟ أنا في رأيي أن احنا صعب نجاوب على ده دلوقتي لأن الدراسات لسه مش كافية، ولكن أنا أظن وأؤكد وأجزم أن ولو ربنا أداني عمر وصح أن أنا أدرس حدرس في ده تحديدا أنه يعدنا بذلك، على هو يعدنا بأنه يكون فصل الخطاب. وفصل الخطاب مش معناه نهاية الكلام، فصل الخطاب مش معناه كده بأي درجة من الدرجات، أي تفسير جديد هيدينا أفكار جديدة، هتنشأ أفكار جديدة، ويفضل نتعامل مع القرآن بهذه الطريقة اللي هو مش هيحللنا معضلة توتر القرآن بمعنى أنه هيلغيها، لكن هو هيلغي فكرة التوتر حوالين التوتر. ده اللي أنا أنهيت بيه المقالة، أن الناس مش هتبقى متوترة وهي بتتعامل مع الموضوع باعتبار أن ده جزء أساسي من تركيبة القرآن وجزء منه. وشكرا جزيلا. شكر جزيل لك. هو زي ما أنا بقول دايما على أكمل إنه هو مفكر مستخبي، وإحنا دورنا في أكاديمية التفكير وفي الجهود اللي إحنا بنعملها ديت إن أكشف غطى أكمل صفوة الفكري، وده هيظهر من الناس لما تقرأ المقالة، لأن برضو كل تلخيص مهما كان هو في النهاية بيبقى تلخيص. والنقطة الثانية مش عايز فاطمة تتخض من هي قالت بقى إيه ده كده أسحب المقالة بتاعتي بقى اللي أنا لسه بعتها النهاردة من الكلام، لا ما تتخضيش، مش مجرد أنه قال بقى كلمتين ميشيل فوكو كده تتخضي، لا كل عمل يلا بعد ما سمع لا لا ما تتخضيش أبدا، كل نص انت تكتبيه هو قيم لانك انت اللي كتبتيه. الفكره مش قيمتها بانها فكره عظيمه ولا فكره اقل في العظمه، الفكره عظيمه لانك انت اللي فكرتي فيها. فاي افكار انت بتاتي بيها وتقتنعي بيها وتحطيها هي الاهم عن اي افكار مهما كانت عظيمه لو كانت منقوله. هو دي النقطه. فعطفا على الكلام اللي هو قاله أكمل عن الخطاب وعن النص، وتكملة لما قلته بقى لأن هي مقصود بها المقاصد، فأنا هكمل في موضوع المقاصد لأنه هو ده الجزئية الباقية من الفصل، والجزئية الأخرى هي اللي خاصة بعبد الجواد ياسين أو خطاب الدين والديانة والتدين. فكرة المقاصد احنا اتكلمنا فيها في الدورة السابقة عند القدماء، كانت دايما بتبقى محاولة الى انه منظومة اصول الفقه اللي حطها الامام الشافعي
والتقصير ليها اللي هي قامت على النصوصية، ان انت بقى بتدور دايما كده على ايه، على نص تقيس عليه. يعني كل وقعة بتقع عندنا بندور على نص او وقعة سابقة نقيس ايه عليه. فالوقائع بتاعت الحياة لا نهاية لها. يعني ايه المسائل اللي كانت بتواجه 10,000 ولا 20,000 اللي كانوا موجودين في مكة في 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 630 ميلادي هتختلف طبعا عن المشاكل اللي بتقابل 8.5 مليون اللي موجودين في نيويورك في القرن 21. إذن اللي هي المقولة اللي بيتقال عليها دايما إيه، الوقائع لا نهائية والنصوص محدود، عدد كلمات المصحف في النهاية عارفينها. فكل النصوصية دي جعلت أن هناك إشكال في إيجاد مصادر أو مبالغة في إيجاد مصادر أو إيجاد نصوص أو إيجاد وقائع نقيس عليه. فكان في اتجاه طول الوقت قديما انه لا، احنا محتاجين مدخل اخر، هو ايه؟ نحن نوصل لمعاني كليه، نوصل الى مبادئ كليه نضعها مجرده وعلى اساسها، يعني نستخلصها من القران ومن النصوص وعلى اساسها نبدا ايه نبني الاحكام في الفقه بعد كده. والاتجاه ده بقى يعني استمر طويلا جدا جدا، نقدر نقول مثلا الجويني والغزالي والعز بن عبد السلام لحد ما أتينا إلى الصياغة النهائية بتاعت الشاطبي، والتي نسيت لمدة 6 قرون. وأطلب منكم أن أنتم تقروا مقالة أكمل اللي هتنزل في أول عدد من أعداد مجلة تفكير واللي كانت في الدورة السابقة عن الموضوع ده. الإشكال هنا بقى في القرن نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 هو مواجهة الحداثة زي ما اتكلمنا في الجلسات السابقة، ونعمل إيه بقى عشان نواجه إيه. فكان في حل زي اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت عن الصنهوري، في إن احنا إيه، لا ناخد من الفقه المقارن. يعني يبقى ما يبقاش كده ايه ناخد من مذهب فقهي واحد اللي هو مثلا الحنفي، لا ده احنا ناخد بقى من المالكيه والشافعيه والحنابلة، وناخد من الظاهريه، وناخد حتى من الشيعة الاماميه وهكذا. طيب لما يكون بقى في مناطق زي مثلا بلاد المغرب، في تونس وفي الجزائر وفي المغرب، وهي بلاد ساد فيها مذهب واحد أو يعني بقت له سيادة ببعض جيوب أخرى من بعض المذاهب أخرى، لكن السيادة كانت للمذهب المالكي مثلا، أو في مناطق مثلا زي تركيا والجمهوريات الإسلامية اللي كانت بعض من الاتحاد السوفيتي اللي هو المذهب الإيه الحنفي. طب لما يكون في مذهب واحد بقى تعمل إيه؟ من هنا كان سعي المغاربة تحديدا، هي ابتدت مع محمد عبد، هو اللي بدأ يتكلم برضو عن المقاصد من القرن 19، بس هم بنوا بقى على الكلام ده، علال الفاسي في المغرب وابن عاشور، الناس دي كلها بقى اشتغلت على ايه؟ على استدعاء الشاطبي مرة أخرى وفكرة المقاصد الكلية مرة أخرى، لأن نصل إلى مبادئ عامة هي اللي يقوم عليها تجديد الايه؟ الفقه. في جزئيتين اجتماعيتين هنا عايز أشير إليهم. الجزئية الأولى إن هناك تهميش طول التاريخ في الثقافة للمغاربة ودورهم، تهميش في الثقافة ودورهم في الموضوع يعني، وممكن نتكلم بالتفصيل على الموضوع ده. فهم برضو عايزين إيه يستردوا بعضا من هذا التهميش مركزية عنده. ظهر ده في خطاب زي خطاب الجبري، لو حد منكم هيحلل إزاي إن المغرب العربي هيكون هو القاطرة التي ستخرج عملية التحديث اللي دخلنا فيها الشوام والمصريين في مزنق طلع بينا ب 67. هذا الاتجاه برضو موجود في الاتجاهات الفكرية الدينية، بإن يبقى هل المقاصد الكلية يصبح فرع من أصول الفقه، ولا المقاصد الكلية يصبح علما مستقلا؟ المشارقة لا يا جماعة، احنا ايه هنجدد في الفقه واصول الفقه والمقاصد ده فرع من الفروع. عند المغاربة ايه، لا ابن عاشور يحاول ان يجعل من المقاصد علما مستقلا للايه عن اصول الفقه. الموضوع بتاع المقاصد مهم، لانه هي ديت الرؤيه بقى اللي كتير جدا تبنوها، وبعد هزيمه 67 والاموال اللي انفقت بقى من دول الخليج على مراكز المقاصد
كل أقسام كل كليات الحقوق بقى فيها يعني مش قسم، قسم أو مركز أو معهد، أو وتعامل بقى مركز المقاصد اللي صرف عليه أخونا خريج كليات حقوق القاهرة وزير البترول السعودي الذي يعيش في لندن، مركز الفرقان وكل الجهود دي. المقاصد هي محاولة للخروج من أسر النصوصية بإيجاد مبادئ إيه؟ كلية. أزمتها في إيه؟ أزمتها في إن اللي كان بيفكر في المقاصد من أول الجويني لحد الشاطبي بيفكر وعينه على الحدود. بص معايا كده، احنا قلنا الكلام ده في الدورة اللي فاتت. لما نقول ايه بقى، ايه هي المقاصد الكلية للشريعة لما نتكلم على حفظ الايه النفس، قارن بينها كده وبين حد الايه القصاص للقاتل، حفظ المال حد السرقة، حفظ العرض او النسل، الناس يقولوا العرض وناس يقولوا الناس في حد الزنا. هل اللي كان بيفكر بقى في المقاصد ديت كان بيفكر وعينه على الحدود، ولا هو فعلا قمنا بعملية اللي هو بيحاول يعملها بقى أكمل صفوة، أو يحاول يشير إن إحنا عايزين نعملها، إن إحنا درسنا النصوص فعلا ووصلنا منها إلى معاني إيه كلية مجردة، لسه ما عملناش الموضوع ده. ونقطة نقدي الأساسية أنا إن كل الجهود اللي تمت حوالين المقاصد في 20-30 سنة 40-50 سنة اللي فاتت دي كلها أصبحت المقاصد سبوبة، أصبحت المقاصد تجارة. يعني السنهوري أنتج من فقه المقارن شيء، إحنا بقينا نسمع بقى المقاصد، نسمع كلاما كثيرا جدا 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 وكله إيه مجرد كلام، أي حاجة تقولها دلوقتي وحط جنبها كلمة المقاصد. ومقالة أكمل برضو هشير إليها تاني، دعاية ليها هوت للمقالة السابقة، إنه هو حاول يشير إزاي إن اتجاه المقاصد كان اتجاه لتحجيم وتحديد وليس فتح وتوسع، من الشاطبي رأسا وليس ما عمله علال الفاسي فقط ولا عمله ابن عاشور. إذن مبحث المقاصد هو مخرج بنحاول نخرج به من أزمة مواجهة الحداثة الغربية اللي بتطلبنا بقى إن هنعمل قوانين ونفتي في أشياء جديدة جدا 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 لم يكن يخطر على بال الخطاب القرآني ذاته، إنه يبقى إيه القضايا ديت موجودة بس إحنا لازم ندور لها على نص. ومش عايز أعمل بقى مزح بقى وبتاع وأذكر في الكتاب إسماعيل، على إسماعيل صدقي وكده، يعني كل واحد بقى بيدور على نص علشان يسند فكرته. احنا مش عايز اتكلم اكتر من كده في موضوع المقاصد. بالنسبة بقى لعبد الجواد ياسين، لان برضو آية كانت سألت عنها، انا بعتبر ان خطاب عبد الجواد ياسين اللي هو مولود سنة 54 هو استمرار للاتجاه دهوت اللي هو بيحاول يعمل توافق ما بين منظومة الفقه او الانتقال من منظومة الفقه الى منظومة الايه القانون، ولذلك هتلاقي معظمهم قانونيين سواء بقى كان السنهوري ولا طارق البشري ولا عبد الجواد ياسين وكده. فابتدى بالموضوع بايه، لانه طبعا كان سلفي للتوجه والاتجاه وانتقل الى افكار اخرى وناقش فكره الاسلام السياسي في مجلدين، فوجد ان فعلا كتير جدا جدا من التكوينات الفكريه اللي تشكلت عبر التاريخ هي في اصولها صراعات سياسيه في المجلدين الأول والثاني اللي هم خاصين بالفكر الإسلامي، وإزاي إن السلطة في تاريخ المسلمين هي اللي قامت بدور الكنيسة في الثقافة الغربية، يعني حامية الدين. السلطة عندنا سواء بقى من سلطة الخلفاء حتى مولانا عبد الفتاح السيسي، وبتعمل إيه، هي الدولة هي الحامية للإيه للدين، ولذلك لازم يكون لها خطاب ويبقى دين الدولة هو الإسلام وتبقى مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهكذا. انتقل هو بقى في كتابه الآخر اللي هو الدين والديانة والتدين، كنا احنا بنتكلم طول الوقت من الاتجاه ده بيتكلموا على ان في ثوابت وايه ومتغيرات،
في ثوابت ثابتة لا تتغير بتغير الزمان، وفي متغيرات تتغير على حسب العصر. فيبقى الشريعة ثابتة ويبقى الفقه متغير. عند عبد الجواد ياسين بيحط لنا من خلال ثلاثي الدين اللي هو يبقى الثابت، وفي التدين والديانة، ودولت متغيرين. يبقى الدين والتدين والديانة. وبعدين حصر الدين فقال لك ايه بقى، هو طبعا في الكتاب الاولاني كان بيحاول يحصر الدين في ايه، في معاني كلية مجردة وكده. لما عمل الدين والديانة والتدين لقى ان حتى الخطاب القرآني ذاته كل العقوبات اللي مذكورة فيه هي بتعكس الاجتماع البشري اللي كان موجود في جزيرة العرب، او كان موجود في العصر اللي قبل الايه الوحي وفي زمن الوحي. فوصل انه في النهاية ايه، الثابت الدين هو التوحيد، وحتى مش التوحيد اللي موجود في علم الكلام، لا ده التوحيد اللي هو ايه، ان الله واحد كده بدون ما نخش في تفاصيل، اللي هو ايه الله واحد بس كده من غير ما نخش في تفاصيل يعني ايه واحد، وهل في فرق بين التوحيد والأحد والواحد وكل المعاني اللي دخل في علم الكلام ده، لا هو بس الله واحد. والاخلاق الكلية، والاخلاق الكلية دي معناها ايه، العدل والإخاء والمساواة، الحرية يعني المعاني المجردة التي لا تنطبق على زمن ولا ثقافة ولا على، اللي هي تبقى موجودة في أي إيه ثقافة. واعتبر إن هو ده الإلهي، هو ده الثابت، هو ده الذي لا يتغير. وفي الديانة وفي التدين. التدين اللي هو يبقى كل ما مرتبط بطريقة تدين إنسان أو مجموعة من البشر، اللي هي برضو بترتبط بالزمان والمكان. طريقة احنا كلنا مثلا الناس بتبقى مرتبطة ان يبقى في عفة، وفي ان ما يبقاش في ازاي يبقى الإنسان لابس مثلا حشمة. بس كل ثقافة ممكن تفسر كلمة حشمة على حسب ايه، الحشمة في على شط في اسكندرية غير الحشمة على شط في دهب، الحشمه في شارع في بولاق غير الحشمه في وانت ماشي في الزمالك وهكذا، الحشمه في القاهره غير الحشمه في نيويورك غير الحشمه في وهكذا. فجعل ان هناك التدين اللي هو ابن الزمان والمكان ويتغير بقى من ممارسات وكده وظروفها وكده. وفي الديانه، الديانه بقى هي المنظومه الرسميه التي سادت عبر التاريخ. يعني في بلد زي مصر مثلا نقول ان الازهر ده بيمثل الوسطية، فالوسطية بتاعت الازهر ايه، هي انه الاشعرية في العقيدة والتعدد الفقهي في المذاهب على المذاهب السنية الاربعة. وحتى الازهر بيضيف اليهم تدريسا مش اتباعا مذهب الظاهرية والاباضية والشيعة الجعفرية والجماعة بتوع اليمن اسمهم الزيدية. يبقى ديت ايه بقى، الديانة التي رعتها السلطة او رعاها المجتمع او استمرت او سادت، وديت برضو بالنسبة له هي بنت الايه، الاجتماع والسياسة طيب ايه بقى مشكلة خطاب عبد الجواد ياسين، ان احنا برضو بنفكر من خلال الثنائيات، من خلال ان في ثابت وفي متغير. هل السؤال اللي انا بسأله دايما للناس بتوع الثنائيات ده هو ايه بقى، هل يمكن في اي لحظة من الزمن ان يوجد دين بدون تدين، ولا تدين بدون دين؟ يبقى حتة الفصل دي زي برضو الناس اللي يقولك ايه، نحن نفرق بين الشريعة وبين الفقه، واول ما يتكلم في الشريعة يقوم جايب لك ايه فقه. يعني فهي حتة الايه الثنائيات دي، فهو بيحاول يتعامل مع الموقف بان احنا ايه مش عايزين نخش في الموضوع، فلسه الثوابت والمتغيرات بس بنجرد الثوابت لدرجة اكبر شوية من اللي كان بيقصدها محمد عبده، بنجرد الثوابت شوية اكتر من الدرجة اللي كان بيقصدها السنهوري ولا طارق البشري ولا ابن عاشور في كلامهم على الشريعة والفقه. لكن ما زالت برضو إيه الثنائية التي تصل إلى أنه في النهاية عبد الجواد ياسين لما يجي يتعامل مع القرآن بيخش هو منه نفسه كده يتعامل مع القرآن، يعني يقول لك أنا لا أعتمد على تفسير، ولا هو يفهم كده فهمه هو
ودي برضو اللي حيجيبني محمد ياسين هيتخانق معايا طول الوقت مع على موضوع لسان القرآن برضو يعني، وهيجي في المقالة بتاعته، لأنه عبد الجواد ياسين متصور إن هو لما بيخش على القرآن كده ده هو داخل من صفحة بيض. قال يعني أنا لو ما رجعتش لتفسير الطبري ولا ابن كثير ولا رجعت للزمخشري ولا رجعت كده، إن أنا إيه قاعد كده في ظل القرآن. أنت بتبدأ تفهم القرآن من حصيلة اللغة العربية اللي كونت إيه عندك. يبقى إذن ليس هناك بداية من صفحة بيضاء أبدا. وده اللي بيخلي خطاب عبد الجواد ياسين في النهاية برضو حيوصل إلى إيه، إلى الثنائية اللي احنا بنحاول نواجه الأزمة والمخرج علشان احنا حاسين بأزمة بس. والتعبير عن الأزمة ديت بقى يختلف من واحد للتاني، وحنشوف في الدورة اللي جاية إن شاء الله لو أصبحنا يعني عشنا وبقى لنا عمر وعملنا دورة جاية على برضو نماذج أخرى بنحاول تعمل التخريجة دي. فأنا هكتفي بهذا القدر عشان إيه نفتح باب للمناقشات وللمناغشات وللمماحكات مع مقالة أكمل أو ما عرضه منها ومما قلته. فأهلا وسهلا بالتعليقات، الناس اللي عايز يطلب الكلمة والمداخلة يطلب الكلمة ونبتدي النقار. وما فيش حد يطلب الكلمة كده معناها ان كلام اكمل مقنع جدا وكلامي مقنع جدا وهنخلص الموضوع بسرعة. الناس اتصدمت يا جماعة. لا الناس نامت، مش اتصدمت، الناس نامت. الناس اتخضت وقاعدين ساكتين. طبعا احمد يوسف لازم ينقذ الموقف طول الوقت. اتفضل يا احمد. كل التحية للدكتور أكمل، والحقيقة هو بذل جهد قيم جدا في المقال يعني، والفكرة أكثر من رائعة. لكن أنا حسيت أنه استطرب شوية في الحاجات الجانبية يعني استهوى حكاية تحليل الخطاب بقى، فراح داخل على حكاية أوكرانيا والصورة ومش عارف إيه، حس إن هي بعيدة شوية عن إيه يعني، هي كمعلومات لوحديها قيمة ومفيدة، لكن هي بعيدة عن الموضوع بتاعنا احنا اللي هو تحليل الخطاب واستخدامه في القرآن الكريم يعني. فدي ملاحظة شكلية على السريع كده بس، وشكرا جزيلا. انا هرد نيابة عن الدكتور أكمل، لان هو طبعا المقالة انا قريتها طبعا، وانت ما قريتهاش لسه عشان انت لسه مخلصش مقالتك، لازم نعود ارجع تاني للموضوع كده. هو فعلا عامل نماذج، هو فعلا استغرق في عرضه هو للمفاهيم، لانه شاف ان هو مهم جدا ان هو يفرق او يميز التمييز بين ايه هو مفهوم النص وايه هو مفهوم الخطاب وليه التفرقه دي مهم. لكن المقاله ذاتها فيها اكمل بقى، لو انت عندك تعليق اتفضل. لا انا ما عنديش تعليق، انا متشكر لاحمد، وانا عارف وانا بكتب المقاله وانا بتكلم حتى دلوقتي ببقى مش عارف ايه الميزان المظبوط اللي انا لازم استخدمه عشان ما استطرتش في جانب مش مفيد. بس أنا تقديري زي اللي أنا قلته في الأول إن الفهم مهم، وأنا شخصياً ما كنتش فاهم، فأنا مش بدعي إن طبعاً ممكن تكون يعني كل الناس تكون يعني أعلم مني وفهمة التفاصيل الدقيقة دي، بس لأن أنا خبرتي يعني في كتابة الموضوع إن أنا يعني عشت ده اللي بيسموه بالدنماركي الأها أوبليوس، إن أنا لما بقرأ حاجة بنقول أنا كده فهمت الحاجة اللي أنا ما كنتش فاهمها. فحبيت أشارك ده معاكم يعني، إن أنا يعني أحاول أحل الموضوع وأفصصه عشان يبقى معروف الفرق. وأنا بشوف إن من المهم إننا نعرف إزاي استخدم تحليل الخطاب في حاجات بره الأمور الدينية لأنها مش حساسة، فبالتالي الواحد ممكن يستوعبها ويبتدي يدرك إحنا بنعمل إيه وبنوصل لإيه لما بنعمل كده، وبعدين نبتدي بقى نشوف الموضوع ده. والنقطة الثانية طبعا زي ما أنا قلت في الآخر إن احنا ما عندناش أبحاث كتيرة حوالي بتستخدم تحليل الخطاب لسه في النص القرآني، وبالتالي وسيلتنا الوحيدة لفهم الموضوع هو استخدامه وحاولة يعني فهمه برا الإطار الديني. بس شكرا. شكرا ليك. فاطمة تفضلي، عملي أميوت.
لا أنا بصراحة عجبني إزاي دكتور أكمل شرح. أنا من نوعية بحب النوعية إن أنا أجيب موضوع أجيب أصله وأقسمه وأجيب أمثلة هنا وأمثلة هنا وأمثلة هنا عشان أقرب الفكرة، خصوصا إن أنا بصراحة أنا مش قارية في الحاجات دي، فهو أوصل لي المعلومة بصراحة. جميل جدا. طيب، لأن الناس تقريبا مقتنعة بكل الكلام اللي اتقال. لا، شادي عمره ما يقتنع، لابد. وإن هو اتفضل يا شادي، اعمل أميوت. ايوه طبعا دكتور اكمل قال جاب يعني الشرح بتاعه بطريقه علميه لطيفه وظريفه، انا عجبتني جدا يعني، كان كلام مشوق جدا. وانا مش معترض على كل الكلام اللي اتقال، بس انا بس عندي حته دايما بركز عليها، يعني الخطاب حينما نقول الخطاب والنص بيحصل هنا بقى زي ما الاستاذ جمال بيقول مخاتله، يعني الخطاب ده جاي لمين وموجه لمين وبانهي تاريخ. هو دي الإشكالية اللي بتواجهنا، إن النص أساساً هو نص حكمة، وإن يتم وضع سياق دي من بعض الناس في التراث وضعوا لي سياق، وإحنا محصورين في هذا السياق، سياق تاريخي طبعاً عليه علامات استفهام كتيرة، سياق تفسير عليه علامات استفهام كتيرة، سياق بيئة ومكان وزمان عليهم علامات استفهام. من هنا هل دايما انا بدعو لقراءه النص كنص حكمه مجرد، يمكن ان يكون الخطاب هذا لكل زمان ومكان وعصر، ولكن لان احنا مش قادرين نجتهد في دراسه النص ده دراسه مجرده، فاحنا بنستسهل ان احنا نظل محصورين في السياق الذي وضع وفرض علينا. دي كلمتي دايما بقولها. فهل ممكن، هل من الممكن دراسة النص ده خارج السياق اللغوي المفروض علينا من خارجه؟ هل يمكن دراسة النص من داخله؟ هل يمكن تكون لغة النص ده لغة غير اللغة بتاعتنا احنا؟ يعني مش قصدي يعني مختلفة 100%، ولكن هل يجوز في حصل تغير في اللغة وفي معانيها وفي دلالتها من خلال النص، سياق النص داخلي، تاريخ النص داخلي مش خارجه. فلو احنا درسناه بالطريقه دي هيبقى خطاب فعلا، ولكن مغاير للخطاب اللي هو ايه اتفهم اللي التراثيين فهموا بيه. شكرا يا جميل، شكرا يا دكتور علي. اكمل لو عندك تعليق. مش عارف يعني، انا بعتقد خليني أخد مثل، يعني مثلا أنا من النقط اللي شغلتني أو اهتميت بيها وأنا أو مش اهتميت بيها، بس جالي علامة استفهام في ذهني وأنا بقرأ بكتب المقالة، وأظن أن أنا ذكرت ده في كلامي، هو خطاب القرآن مع أهل الكتاب. يعني تصورت الوهلة كده أن الموضوع ده محتاج يدرس، على أساس إنه هو زي ما أنا قلت بيخلق يعني واقع، مجرد ما يبتدي القرآن يتكلم مع طائفة أخرى بيتخلق واقع اجتماعي جديد. فكنت مهتم يعني، قلت يبقى ظريف لو واحد يحاول يدرس أول الآيات اللي بدأت توجه خطابها لمثلا أهل الكتاب سواء كانوا مسيحيين أو يهود، ممكن واحد ياخد ده لوحده وده لوحده، يحاول يكتشف في التراث إذا كان في ردود حصلت. يعني انا عارف مثلا نصارى نجران جم واتكلموا وكانت الايه بتاعه الروح المسيح وروحه وماريا وكلمته القاها الى ماريا، يعني كان في حوار رايح جاي. فيعني دراسه الجزء القران بالشكل ده واستخدام حاجات تانية براه، اذا كان في يعني حاجه بتقول الناس دي ردت ازاي وتعاملت ازاي، ده هيفهمنا الناس دي فهمته ازاي، فهمت الكلام اللي هو طلع وقتها ازاي. فما يبقاش في مجال هنا من للشك حوالين ما المقصود بهذه الآيات وحوالين لغة القرآن، لأن هيبقى عندك يعني نوع من أنواع الدليل على كيفية ما تم فهمه وقتها.
بالإضافة بقى لما يمكن يعني أن يعملوا تحليل الخطاب من أنه يفتح أفاق تانية ويشرح ويوضح حاجات ما كانتش واضحة يعني. بس أنا بحاول أرد على نقطة اللغة يعني يا شادي، بس أنا يعني مش عارف إذا كان ده مفيد ولا لا، بس يعني ده الإسهام اللي عندي يعني. يعني عشان نقطة النص والخطاب ناخد الكلام اللي قاله شادي ذاته. يعني دلوقتي لو خدت الكلام اللي قاله شادي لوحده كده وكتب، هو قاله هو شفوي وما شفناهوش، يعني ما شفناش بقى ايه، يعني احنا سمعنا نبرة صوته لان احنا سمعين صوت دلوقتي، ما شفناهوش حركة ايده زي ما انا بتحرك كده وبعمل كده هوت وعرقان علشان في اضاءة قدامي وقفلت الشباك عشان العمال شغالين برا فشادي كلامه خدناه وحولناه لكلام مكتوب، طبعا هيبقى له معنى. لكن ما تقلش ان كلام شادي ده رد على العرض اللي عمله اكمل صفوت للمقال، ما تقلش ان كلام شادي ده كان جزء من اكاديمية تفكير، ما تقلش ان كلام شادي ده قاله هو قاعد في العربية والعيال قاعدة بتلعب بره في البلاي جراوند هو عمال يبص عليه. فالسؤال بقى بتاع شادي، هل يعني احنا نجيب بس ايه السياقات من خارج الخطاب برضو او من خارج النص؟ ممكن، بس حتى برضو يا شادي كل الدراسات الخطابات بتشتغل من داخل الخطاب. يعني انا ممكن اقعد اشتغل على العوالم اللي داخل المصحف من داخل المصحف، ممكن اشتغل على حركة النص اللي التعبير اللي كان أكمل بيحاول يدور عليه عن نصر أبو زيد، كان بيدور على حركة النص، اتجاه حركة النص. هل النص بقى لما كان بيتكلم عن المرأة في الخطاب في بدايته مثلا رايح ناحية فين؟ هل هو رايح مع مزيد من الحريات لها ولا كان بيزود من الضوابط ومن فده يخلينا بقى طب احنا نتجه احنا فين كمان بقى؟ هل يبقى النص كده وصل لاخر حاجه لما يجي يقول ايه للذكر مثل حظ الانثيين؟ يبقى ده نهايه بقى لاخر التقسيم، ولا ده كان اللي في وقته وفي عصره واحنا دلوقتي ممكن نعدي كمان انه يبقى للذكر مثل حظ الانثيين؟ عندي شادي عايز يحل الاشكال بايه بقى؟ النص ده لا له علاقه بالزمان ولا بالمكان ولا بالعرب ولا بالعربية ولا بالدنيا ولا بالآخرة ولا بأي حاجة، ده عبارة عن لوحة تجريدية تبصلها من هنا تمشي وتبصلها من ناحية تانية برضو إيه تمشي. وده اتجاه هنشوفه برضو في الفكر، مش بس شادي اللي بيعمله، شادي يعني إيه هو بيمتاح من آخرين هم بيبنوا على الكلام، بس في النهاية برضو إنه النبي عليه الصلاة والسلام لخرج بنص، ده خرج الكلام شافوي، وبعدين في ناس كانت بتقول حاجات ويجي يترد عليه، هو يقول لي بقى كل الكلام ده يا جمال ما لوش عندي عازة. ليه يا شادي؟ أصلي يا جمال ابن هشام وابن إسحاق كتبوا الكلام ده في العصر العباسي وبتمويل من الخليفة، فما أقدرش أثق فيه. فالنقطة بقى اللي انا بجيبها لشادي طول الوقت بقى لي سنة وثلاث شهور، مش بس سنة، ده انا اعرفه من قبل كده، احنا قاعدين بقى يعني مواضيع بقى بشكل ده، اقول له اذا كان القرآن ذاته وصلنا برضو ايه بالرواية وبالسند وما زال حتى الآن، فاذا قلت بقى طريقة الرواية والسند والحجج بتاعتها ديت لا تنفع، ده كلام فاضي، يبقى ايه كل الموضوع كله على بعضه كلام فاضي، لانه الثقافة كلها كل المعارف اللي جاية فيها جاية عن طريق النقل بالرواية وبالسنة، بل ازيدك من الشعر بيتا. ايه رأيك بقى ان المرويات بتاعة البخاري ومسلم وأبو داود ودرقطني والناس دي كلها استقرت؟ يعني إيه؟ يعني يجي يقول لك مثلا إيه ورد في صحيح البخاري، وبقينا عارفين صحيح البخاري ومحددين رقم الحديث،
ايه رايك بقى ان مرويات القران لحد الان لم تستقر؟ الكلام ده ممكن يكون غريب على ناس كتير جدا. لم تستقر يعني ايه؟ يعني ابراهيم شحاته السمنودي اللي ميت 209 عامل 4500 بيت منظومات في التحريرات بتاعه القران الكريم. ابراهيم شحاته السمنودي تم اضطهاده وابعاده عن المقارئ في القاهره وفي مصر علشان عبد الفتاح القاضي اللي هو من اساطين القراءات برضو قال يعني احنا مش عايزين نخش في المشاكل بتاع اللي بدخلنا فيها المستشرقين دي، احنا هنبطل تدريس التحريرات القرانيه في كل المقارئ اللي تتبع وزاره الاوقاف وتتبع الازهر. قرار منه كده يعني عشان هي نفس الحكايه اكمل اللي هي ايه، ان احنا بنحاول التعدد والتنوع نحاول نحجمه في ده، برضو بيحصل داخل القران. بس التحريرات انا مش فاهم اللفظ ده يا جمال، معلش انا جاهل. لا ما احنا كلنا، ما انا قاعد بقالي سنتين بشتغل في الموضوع ده، بس مش عايز اخش فيها علشان ما نفصلش عن النقطه بتاعه الموضوع. بس هي ايه، ان القران يعني احنا دلوقتي ايه، هقول اهوت ببساطه يعني على الموضوع. القران اللي استقر دلوقتي ان احنا عندنا 10 قراءات المسلمين في غالبيتهم بيقولوا عليها ايه، متواتره. وكل قراءه من القراءات المتواتره ديت اعتمدنا ليهم روايتين، يبقى احنا كده عندنا 20 روايه. روايه يعني ايه؟ يعني طريقه للقراءه، طريقه للنطق. ممكن بقى اختلاف لهجه، ممكن اختلاف حرف، ممكن اختلاف طريقه نطق الحرف وهكذا، على الاختلافات اللي ما بين القراءات دي كلها. فكان زمان كان ايه، بعاصم مثلا له قراءه بتاعت عاصم. لما جم بقى يبداوا يعملوا ايه، يجمعوا كتب للقراءات، هنا بقى واحد يجمع بقى ايه، قراءه من هنا وقراءه من هنا، يعني واحد يعمل مثلا القراءات الاثنين، واحد يعمل الاربعه، واحد يعمل السبعه، واحد يعمل العشرة، والهزل يعمل القراءات الخمسين. فكان بيعمل عمليه اختيار، هنا بيعمل عمليه تحرير، خد بالك. يبقى التحريرات دي ظهرت مع الكتب اللي بدات تعمل دي، تجمع القراءات. ما كانتش موجوده لما كل واحد بقى انا يعني اعرف طريقه واحده وبعلمها عاصم عارفها وبيتعلمها عنه ايه، حفص مثلا. لكن اللي بدا يعمل بقى كتب القراءات السبع زي ابن مجاهد ولا ابو داوود اللي هم 444 هجري، ولا بعد كده بقى الكتب القراءات اللي كده، فبيعمل ايه، تحريرات. ايه رايك بقى انه واحد زي الشيخ المتولي، الامام المتولي، المتولي ده يا جماعه بنتكلم ميت 1890، 1890 ده اللي بيعود اليه كل القراءات في الوقت بتاعنا ده. الشيخ المتولي الكبير، الشيخ المتولي الكبير ده عامل 55 تحرير لم يقرأها على شيوخه. يعني ايه لم يقرأها على شيوخه؟ يعني هو راح يتعلم مثلا من الشيوخ بتوعه قراءات بتحريرات معينه، لكن لقى كتب ثانيه شيوخه ما كانوش عارفين، فبدأ يختار. التحريرات دي ما زالت مستمره حتى الان ولم تستقر، واللي شغال عليها في السعوديه لانها انتقلت بقى من مصر وكده باللي عمله الشيخ عبد الفتاح القاضي، انتقلت في السعوديه دلوقتي وشغال عليها الدكتور ايهاب فكري. الدكتور ايهاب فكري ده زي اكمل صفوه كده، خريج طب عين شمس. عايزكم تدوروا على دكتور ايهاب فكري اللي بيدرس في مسجد المدينه المنوره وفي الجامعه بتاعه المدينه المنوره، وكل موضوع التحريرات. في واحد نسخ مختلفه من القراءات، لا اختيارات، اختيارات. اصل انت محمد لما ايه، ما هي الموضوع بقى مختلف ايه بقى؟ يعني عند ابن الجزري، ابن الجزري ده هو اللي بيرجع اليه كل سبل القراءات. بنتكلم في القرن التاسع الايه؟ الهجري. ابن الجزري ده في منظومات بتاعته، في منظومه الطيبه بتاعته، احنا بنتكلم على ما يصل الى 1000 طريق، 5000 طريق. 5000 طريق ازاي؟ يعني احنا عندنا مثلا عاصم كان له قراءة
فجاء عن عاصم ده ما وتعلم منه 30 واحد مثلا. احنا خدنا طريق ايه؟ حفص. ما هو حفص ده برضو تعلم على دي ايه؟ بيجي 30 واحد. فمع الاجيال هتبص لقى ايه؟ احنا بنتكلم على 5000 طريق. بقى انت جاي بقى من طريق الازرق ولا من طريق شعبة ولا من طريق قالون ولا من طريق وهكذا. عشان اقرب لك المعنى، احنا بنقول احنا عندنا قراءة نافع اللي هي قراءة أهل المدينة، احنا واخدين ليها روايتين اتنين بس في عند المشرقين، واخدين لها روايتين اتنين. عند المغاربة في المغرب وفي الأندلس كان ليها 10 طرق بيسموها العشر النافعية، 10 طرق في القراءة. يبقى إذن تحديد إيه هو القراءة أو إيه ده؟ ده اختيارات بشر. أنا بكلمك على اللي إحنا أصبحنا نعتمده متواتر، ونصبحنا معتمده إن هو ده. يعني في شهر مارس السنة اللي فاتت، عايزكم تدوروا على الإنترنت هتلاقي في الأزهر ابتدوا مشروع تسجيل القرآن بالقراءات بالروايات العشرين، عشان يكملوا الجمع الصوتي اللي حصل في سنة 60-61 مع الشيخ الحصري، والتسجيلات اللي اتعملت ديت بروايات حفص عن عاصم، وبتعملت رواية ورش عن نافع، عايزين يسجلوها بالروايات العشرين عودة تام. النقطة هي ديت خطيرة، بس يعني بتقلق الناس. المصحف الحالي هو اختيار من متعدد ناس كده قدامها 1 2 3 4 5 وهو بيرجح وبيختار. هو انت لما قلنا كلنا بقينا عارفين ان المصحف اللي كان مكتوب في وقت عثمان بن عفان لم يكن فيه حركات اعجام ولا حركات تشكيل، لا في نقط ولا في تشكيل ولا في الحاجات دي كلها. ولما عملوا عثمان بن عفان برضو مش معناها انه يا جماعة الناس وقفت تقرا القراءات، استمرت القراءات. لكن لما جينا هو ده ابن مجاهد اللي وصلنا كتابه، فابن مجاهد بيقول لك ايه؟ انا عملت القراءات السبع. طب اشمعنى يعني القراءات السبع؟ ما كان في عشرات ومئات. وعلى اي اساس اختار ابن مجاهد؟ ايه رايك بقى ان ابن شنبوذ في وقت ابن مجاهد جابوه وضربوه؟ ابن مجاهد ده هو، لان علاقتهم بالحاكم اللي كان موجود ضربوه، علشان بيقول روايات وقراءات هم شايفينها انها ايه؟ شاذ. واللي ساد قراءة ابن مجاهد، أو يعني ما ذكره ابن مجاهد. وابن مجاهد ده جه حد عمل منظومة على أبو عمرو الداني، ده عمل كتاب على الموضوع ده، واتعملت منظومة على الكتاب ده، فأصبحت إيه بقى؟ هذا ما تقبلته الأمة بالقبول. يعني إيه ما تقبلته الأمة بالقبول؟ يعني ده اللي ساد واللي استمر. ومجرد أنه ساد واستمر معناها أنه إيه؟ إرادة الله قد تحقق، لأن لن يكون في ملك الله شيء إلا إيه؟ بإذنه. يعني أنا دخلت في مواضيع أبعد شوية من اللي إحنا بنتكلم فيها، بس أقصد إن إيه؟ في النهاية هي اختيارات بشر. الاختيارات دي بقى حجتي أو ادعائي، أنا مدعي أهو، بقول إن من حتى سنة 1914 اللجنة اللي عملت المصحف الحالي عملت اختيارات، اللجنة اللي عملت مصحف مجمع الملك فهد عملت اختيارات. الاختيارات ديت اختيارات. انت بقى ممكن تقول ايه ده كلام اختيارات صغيرة وما تختلفش كتير، ويعني تبينوا زي تثبتوا مش هيفرق. هقول لك يا محمد، ما هو الاختيارات ديت بناء على القواعد الثلاثة اللي اتحطت، اللي هي قواعد حطها بشر برضه. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تقول لي إيه احنا ازاي بنحدد القراءة المتواترة، او ازاي بنحدد القراءات اللي سادت، فيقول لك ايه؟ اول شرط ان تكون القراءة متواترة في السند. شرط الثاني ان توافق وجها من وجوه في اللغة العربية. What's going on؟ كريم عمال يجي من ورايا، انا عامل مشاكل للناس كلها مش انتوا بس. ف
اقصد ان الاصول الاسس الثلاثه ديت ما انت لما حطيتهم كده الشرط الثالث قالوا ايه؟ ان يكون له وجه من الوجوه في المصحف العثماني. يبقى لو حد جاب قراءه يا محمد مش موجود. Yes, I mind. What do you want? This will recharge my phone. Oh, the phone? Yeah, you could take this one for the phone. Thank you. Yeah. إذن تحديد العناصر ديت بتحدد إيه هو القرآن، والعناصر دي اللي حطتها بشر. أنا عايز أبالغ وأقول لك بقى كمان إن هناك قراءات متواترة في السند توافق اللغة العربية لها وجه من المصحف العثماني واعتبرت شاذة. وهناك في القراءات اللي موجودة ما خالف المصحف العثماني وأصبح يعتبر قراءة متواترة، يقول لك إيه؟ تقبلته الأمة بالقبول. إحنا ما بنحاولش نخش في الكلام ده كله إيه؟ لأن إحنا في وقت أزمة. ده كده بقى. إحنا في وقت أزمة وفي وقت معركة. فكده اي كلام في الكلام ده هيشكك في الايه. حضرتك لما تناولت التوتر الكتاب في الكتاب اللي احنا بندرسه ده اعتمدت على المصحف اللي احنا بنقراه دلوقتي، يعني حتى مع ان ده كان باب من ابواب التوتر، تاني باب مختلف من ابواب التوتر بين القراءات دي كلها. نقطتك ان المصحف الحالي، نقطتك ان المصحف الحالي كنقطة بداية، لان هذا ما يتفق عليه المسلمون الان. يعني ايه؟ في فرق يا محمد. ما هو انا برضو الكلام اللي انا بقوله ده مش جابه من عندي، ما هو انا ما كنتش موجود مع ابن شنبوز مثلا ولا الهزلي. الكلام ده موجود فين؟ في نفس المصادر اللي احنا بنعتمد عليه. لما بستخدم انا دلوقتي المصحف الحالي فبستخدم المصحف اللي هو ايه؟ سايد. هي ديت الحقيقة اللي بيؤمن بها ملايين المسلمين، لابد أن نبدأ منها أنها إيه؟ الحقيقة الثقافية. هل بقى معناها كده أنها حقيقة مطلقة؟ أو هل معناها كده أنها كذب؟ لا، هنرجع تاني برضو للفرق ما بين الخطاب والنص. إن إيه؟ كل هذه المنظومات ما زالت، يعني إحنا لما بنتكلم على القراءات، ما انا جايبها برضو من كتب التراث اللي هو شادي عمال يشيل ويحط عليها، امال هو عايز يتخلص منها ليه؟ امل اتفضلي اعملي اميوت يا امل. ازيكم كلكم؟ انا كنت برضو يعني انا بتؤرقني حاجه كده، هو أنا عشان أدخل وأنقد يعني نص القرآني أو أطور فيه، هو لازم يبقى عندي منطلق إيماني به؟ يعني أنا بلاقي حرج مثلا إن أنا أدخل أتكلم، طب يعني إذا كان أنا خلفيتي مثلا شايفة إن هو مثلا ممكن نص بشري، بس أنت دلوقتي لما بتجاوب على أساس إنه ده حقيقة ثقافية، يعني هو ممكن أطور فيه وأتكلم وناقش فيه ومنطلق إن أنا مجرد شايفاه حقيقة ثقافية أو نص ثقافي سائد، مش لازم الجانب الإيماني ده يبقى موجود؟ في وجهة نظر أنا مش فارقة كتير. يعني إحنا اتناقشنا في الكلام ده، أنا قلت أكتر من مرة، اللي هو إيه يجي يقول لك إيه ده المصحف ده هوت ده كلام محمد، والمؤمن اللي هو بيؤمن انه ايه كلام الله الذي نزل به جبريل على النبي محمد. في الحالتين مش فارقه ليه؟ لان هيبقى ما زال قدامي نص وخطاب محتاجه ايه افهمه. يعني نولدك اللي هو قاعد ده، ولا انجليكا نويفر في المانيا، لا هو مؤمن ولا عايز يخش الاسلام، ولا حتى الناس اللي بتبالغ وتقول لك ايه ده بيشكك في القران، وهي بتشكك في القران، هي اللي عايزه تزود المسلمين شويه ولا هيجي في النهايه لما تقول ايه ان هذا
هذه المخطوطة ظهرت في القرن السابع وتاريخها بيعود إلى كذا. هنيجي نتخانق ولا أنا هجيب دليل وانت هجيبي دليل؟ ما في مجال العلم مش شرط أنا أكون مسيحي عشان أدرس المسيحية، ولا أبقى بوذي عشان أدرس البوذية. ما مشكلتنا بقى، هقول لك على حاجه اكمل بس الحته دي. ماشي اوكي اوكي. مشكلتنا ان احنا عندنا الاشكال في ثقافتنا بقت مشكله هويه، فلما بتنقد في الكلام اللي انت بتقوله ده هو، يبقى انت بتنقد في ايه؟ في هويتي وفي تكويني. وهنا بيجي لان علاقه الايمان في النهايه علاقه ايه؟ بين الفرد. يعني انا المصحف اللي عندي ده انا بقدره وبقدسه عشان انا مسلم. انا لو خرجت بقى دلوقتي في بروكلين واول واحد معدي ولا واحده معديه وبوريها المصحف ولا اديها المصحف، يبقى بالنسبه لها ايه المصحف؟ يعني كتاب ورقه وبتاع، ممكن يبقى شكله جميل، لكن هل يمثل عليها سلطه؟ يبقى اذا القداسه علاقه ايه؟ علاقه ايمان. احنا اللي بنسبغها على الشيء، مش جاي من الشيء. لأن لو كانت القداسة جاي من الشيء ذاته كان لابد يبقى شيء الواحد مقدس عند الايه؟ عند الجميع. فهل بقى علاقة الإيمانية مع المصحف تمنعني ان انا هدرسه دراسة علمية؟ او حتى لو ثبت ان كل الكلام ده ما فيش أدلة عليه، انا خلاص مش هبقى مسلم يعني؟ هي ده محك العلم هنا كده. العلم بيقوم على الدليل. علاقتك الإيمانية، ما في واحد اهو جاري اللي جنبي دوت يا ستي هو شايف ان الكتكوت هو اصل الوجود، انا اروح اتخانق معاه واقول له مش معقول الكتكوت يبقى اصل الوجود؟ كملي بقى كلامك عشان قاطعتك. انا بس عايز اقول بس والله بتفرق يا جمال. يعني انت فعلا لما يكون حد بيتناقش من أرضية إيمانية غير لما حد بيكون بيتناقش من أرضية بره الإيمان. يعني فانا بعتبر نفسي يعني ايه، ما بره حظيره الايمان، بس انا مش عارفه انا ايه يعني، بس انا بره الحظيره. فلما اجي بناقش حد هو بيحاول يعني يوافق ايمانه مع قيم العصر، بحس بالحرج ان انا ادخل بقى ايه، اكسر مجاديف يعني، مجاديف بمعنى اصح. وبحاول بحس ان هو واحد بيحاول يلاقي له طريق ويوفق بين ايمانه وبين القيم الانسانيه. فأنا لو دخلت مثلاً وقدمت له خطاب عقلي، يعني أنا بحس إن أنا بكسره يعني، وهو عايز يوصل لحالة وسط، مش عايز بقى يعني خطاب عقلي محض يعني. انتقلنا هنا من المعرفة إلى التأثير. يعني أنا مش عايز أقنع حد بحاجة. يعني أنا كجمال بتكلم عن نفسي، يعني لا عايز حد يؤمن بحاجة ولا لا يؤمن بحاجة. أنا بحاول أقتنع أنا. فكون الكلام اللي أنا بقوله ده بقى يقنع أمل ولا ما يقنعهاش؟ لو ما أقنعكيش في أقرب، هو ده اللي بقوله للناس وفكر إن أنا بتحمل عليه، فأقرب صندوق زبالة وإيه؟ ويرميه وقدم إجابتك أنت. مشكلتنا إن كل واحد عايز يعمل إيه بقى؟ عايز يأثر في الآخر ليخبره بالحقيقة اللي هي في النهاية عبارة إيه برضو؟ حقيقة ثقافية في النهاية. ف إيمان المؤمن، ما هو يا ستي يؤمن زي ما هو عايز، أنا مش عايز أغير إيمان. مشكلتي طب بقى أدخل بس مش أنا، لا أنا مش قصدي على مستوى العلاقات الفردية. أنا قصدي مثلا سي مثلا زي زاهرة يستنيرون مثلا، أنا قصدي إن في محاولات في المجتمع لناس إن هي عايزة توفق الإيمان اللي هي بتؤمن به بالقرآن والإسلام بقيم الإنسانية. انا عايزه اشجعهم يعني، انا من مصلحتي الشخصيه ان مثلا الناس دي تطلع وخطبها يسود. فانا بلاقي ايه ايرور كده، ان انا يعني هو انا بحارب دول؟ مش بحاربهم يعني، انا بقول افكار مناقضه ليهم وتهدهم ولا اساعدهم، بينما انا بره الحظيره الايمانيه. فدي الحيره بس يعني. لا هي دي الحته اللي انا بحاول اشد خط تحتها. هنا انتقلنا من المعرفه الى استخدامها وايه وتوظيف. انت كده في حساب سياسي اللي هو ايه بقى، الجماعه دول هيفيدوني على المستوى البعيد ولا الجماعه التانيين دول يعني اساند. هنا انتقلنا من المعرفه الى فعل سياسي. انا بحاول اقول نخلينا في الايه، في المعرفه. في المعرفه
لان انا دلوقتي انا لما اقول لك مثلا ان ابراهيم شحاته السمنودي مات في 2009 وعمل اربع، هتقولي لي انت كذاب، هم عامل ايه؟ اجيب لك الدليل. الحيطه ديت 5 متر، هنتخانق انا وانت على الحيطه 5 متر؟ هنقوم عاملين ايه؟ نجيب ميجر و اه يا تطلع 5 يا تطلع 4 يا تطلع 6. يعني اقصد ان سؤال المعرفه وسؤال العلم يختلف عن سؤال الايمان وسؤال التاثير. مشكلتنا ان احنا بنخلط ايه ده مع ده. انا يعني بحس ساعات ان انا يعني دايما عندي هاجس الرساله، واخد بالك؟ ما عنديش حته الفن للفن. ده واحد عايز ايه؟ واحد عايز عندي هاجس الرساله، يا ترى اسيب يعني الناس دي نسيبها ولا برضو ندخل فيها شمال شويه فيبقى كسرناهم لصالح مين؟ كسرناهم لصالح الخطاب المتشدد. أنا من المعرفة إلى الدور بقى اللي هو ممكن يخش بقى فيه سياسة ويخش فيه اجتماع ويخش فيه دعوة ويخش فيه كده وندخل شيء. تفضل يا شادي اعمل أميوت. يا أستاذ جمال، أنا زي ما قلت لحضرتك أنا مش معترض على نظرية النص والخطاب، نظرية صحيحة 100%، بس تطبيقها أنا معترض على تطبيقها، تطبيقها على النص القرآني مش منضبط علمياً. ازاي يعني؟ التاريخ اساسا مش موثق، ما عندناش، كلها عباره عن سرديه شفهيه، والنص حتى لو اعتبرنا البخاري ده قران ما فيش، ما عنديش مشكله، او القران اساسا مش مظبوط صحته ما عنديش مشكله برضه، بس يظل القران هو نص مختلف عن النصوص التي اتت بعده. فما انت تقحم نصوص اخرى على النص ذاته وتحاول هي دي مشكله. لا مش شرط، مش شرط، مش شرط. حتى لو انا بعمل تحليل خطاب انا ممكن اعمل تحليل خطاب من داخله ذاته، يعني انا ممكن اقعد من روايه لنجيب محفوظ على هي بس اشتغل على كيف يتحاور الخطاب داخل الروايه دي بس، لا ليه علاقه بنجيب محفوظ اتولد امتى ولا راح امتى ولا جه منين ولا عمل ايه كل الكلام ده. كذلك بالنسبه للخطابات القران برضه نفس الحكايه. يعني انا دلوقتي يا شادي لو فرضنا ان في، انا ضربتها بالمثل قبل كده في الخناقه بتاعت حامد عبد الصمد، يعني انا طلعت بركب عليها 100 بني ادم وهم مؤمنين ان العلبه فيها فيل، انا لازم أنا ابتدي من ان العلبه فيها فيل على انها حقيقه ثقافيه. انما لو ابتديت من العلبه مش معناها ان انا بكذب، لا، لازم تبدا من واقع اي خطاب كده. ما هو يعني اكمل دلوقتي وهو بيشرح لنا دلوقتي لو يقول مقالته دي تاني على النقد بتاع اللي توجه ده هيغير في طريقه كلام. فهو بقى اكمل هيشرح الكلام ده لطلبه عندهم 15 سنه هيعمل ايه؟ تمام. اذا هنا الفرق ما بين النص والخطاب ان المتلقي حاضر في الخطاب. عشان كده جبت لك المثل بتاع كلامك، لانك انت كلامك بيعمل ايه؟ بترد على كلام قايله اكمل او كلام قاله جمال. مش معناه ان كلامك لو واحد حتى كده مش هيبقى له معنى، ما هو يبقى له معنى، بس لو خدنا حته البازل دي بقى وحطيناها جنب حته البازل هيبقى في معنى تاني اوسع. واخد بالك من الجزئيه دي؟ فمعرفه المتلقي ومعرفه مود الخطاب. يعني انا لما اجي اقول لك جمله مثلا ايه، خد الباب في ايدك وانت خارج يا شادي، لما يجي واحد بقى لسه بيتعلم اللغه العربيه ها، حتى يا سيدي اللهجه القهريه ده، ويجي كده خد الباب في ايدك وانت خارج يا شادي، هيترجمها هيعمل علاقات ايه؟ علاقات منطقيه. يعني ايه ياخد الباب في ايده؟ يعني يخلع الباب مثلا وياخده في ايده وهو ماشي، واخد بالك؟ فيجي بعد كده ايه؟ في مستويات العرف، ان في، لا ده في اصطلاح كده في لهجه المصريين معناه ان يعني اقفل الباب ايه؟ وراك. طيب ايه رايك بقى ان انا لو كنت الكلام ده هو كود بيني وبين شادي ان هو يدور ضرب في محمد ياسين اول ما اقول الكلمه دي. انا متفق انا وهو كده. تلقي محمد ياسين اللي خد الباب في ايدك وانت خارج يا شادي هيفهم ايه؟ يقفل. لكن شادي بقى هيفهم ايه؟ يا
الإدراك. الخطابات القرآن، ما هو القرآن تم تثبيته زي ما انت اللي انت بتحاول تعمله ده برضه، اللي هو ايه، هذه اللغة وتلك الكلمات لا مرتبطة بزمان ولا بمكان ولا بتاريخ ولا ببشر ولا بمعاجم ولا بتاع، هي متعلقة ايه في الهوا كده. انت كل ده عشان تبقى بحري، عشان تبقى قاعد بحري بالرغم ان انت من المنوفية، عايز تبقى بحري ايه، ان المواضيع تتحل بسهولة. نسيبنا بقى، يبقى ضرب الرقاب هي تفعيل الرقابه الاداريه. طب ايه رايك بقى ان لو الجهاز بتاع الرقابه الاداريه اللي هو اسم تاني يا سيدي في السعوديه ما اسموش الرقابه الاداريه، هنفعل ضرب الرقاب ازاي بقى الايه دلوقتي احنا، واخد بالك؟ اذا الاشكال ده موجود طول الوقت، مش انت لوحدك بتعمله، في ناس هنشوف في الفصل اللي جاي اللي هو بقى ايه، يفصلون ما بين القران وبين العرب وما بين العربيه، انه القرآن ده هو خطاب جاي لكل البشر، خطاب ده هو جاي لكل الإنسانية إزاي، وهو ده الخناقة اللي محمد ياسين عاملها في الكتاب في المقالة بتاعته برضه، اللي هو إزاي يعني يبقى بلاغة وإعجاز القرآن، إعجاز القرآن جاي في البلاغة واللغة اللي هو بقى في الإيه، بلاغة العرب اللي هم كانوا عايشين في الحجاز من 1400 سنة. طب ايه رايك بقى دلوقتي ان 85% من المسلمين لا عرب ولا بيعرفوا عرب، وحتى المسلمين اللي هم عرب وبيعرفوا عربي ما يعرفوش العربي بتاع القران، واخد بالك؟ يبقى احنا كده بنتكلم بقى على القران ده بيتكلم ايه، بيتكلم 1% ولا 5% من البشر دولت، يعني فين بقى اعجاز القران؟ عشان كده يجي واحد بقى تاني، لا اعجاز القران في أمور أوسع من اللغة والبلاغة التي كانت، ده إعجاز القرآن مش مرتبط باللغة العربية ولا بالعرب اللي كانوا موجودين في جزيرة العرب دول، إحنا فرس، إحنا فرعنا، خطاب بتاعنا ده ملوش علاقة بهؤلاء البدو، أنت عارف بقى الصفات اللي بتتحط بقى للتعالي وكده، فتبص بقى الأترك وكل اللي هم أصولهم غير عربية يتعالوا على العرب البدو بقى وبتاع كده، بس يبقى حبيبنا بس النبي محمد وكم صحابي كده، لكن بقيت العرب كلهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يجيبها لك من القرآن كمان. فده أنا خرجت عن الموضوع، بس أقصد إن إيه، داخل أي نسق يمكننا أن ندرك أبعاد النسق، ولذلك النقطة المحورية الذكية اللي قالها نولدكا وبنت عليها أنجليكا نويفر ونصر أبو زيد أشار إليها مرة برضه، إن إحنا يمكن أن ندرك ترتيب نزول الوحي القرآني من داخل القرآن كمان، مش بس من أدلة خارجه من المرويات التي تقول على أسباب نزول ولا مناسبات نزول ولا. لأن أي خطاب يا شادي له علاقة بالعالم الخارجي وله حركة من داخله، لا تستطيع أن تفصل الاثنين. ولذلك أنا ليه اتكلمت في جمع القرآن واتكلمت في الدور البشري ده، عشان أشدك تاني إن ده كله مكون بشري طول الوقت، ما أنا بشدك أنت من ناحية ومحمد ياسين من ناحية تاني، لأنك أنت رايح إيه من ناحية إن أنت ترفض كل التراث وتعمل كده، ومحمد ياسين عايز إيه، لا التراث ده فيه كلام مهم وكلام ضروري وكده، أنا بشدكم أنتوا الاتنين أن هناك دور بشري طول الوقت فيما حتى ما نسميه إيه قرآن، مش معناها تحريف ولا الحاجات الخايبة الصغيرة دي، لا معناها إنه هناك اختيارات يقوم بها البشر من أول النبي محمد حتى اللي بيدرس تحريرات ولا بيدرس قراءات الإيه الآن. أنا شكلي تحولت إلى واعظ كده، انا بس اعترض على حته انت بتقول لازم نبتدي من السرديه الموجوده، هي دي اللي طبعا انت عارف ليه يا شادي لازم نبتدي منها ايه، لانك انت هتقعد تقول كلام في الهوا طول الوقت، وهيطلع عليك كده ايه، شادي المصري الملحد ماشي وتبقى ايه، عباره عن نقطه في مجرى الزمن والتاريخ. إذا حبيت أن تغير الواقع لابد أن تستوعب العوامل والعناصر والنسق المؤثر في الإيه؟ في الواقع وتبدأ منه.
بخطبك انت ولا خطاب الشيخ الشعراوي؟ اذا ما فهمناش المنظومه الثقافيه يعني انت ازاي هتطبخ على بوتاجاز انت مش عارف هو شغال ازاي يا شاد، وايه القوانين الحاكمه؟ لذلك انا كجمال لابد وان ابدا من الثقافه السائده كايه، كحقيقه، هكررها تاني اهو، حقيقه ثقافيه، وهي دي نفس النقطه اللي انا كنت بحاول اوصلها للامل برضه. طب دي حقيقه، هو ده السؤال بقى، هل السرديه الموجوده اللي حضرتك عاوز تعطينا فيها دي، هل ده علميا يجوز؟ طبعا. يعني انت دلوقتي يا شاد، ده احنا داخلين في الدوره بتاع الاستاذ فؤاد، ازاي ان الثقافه ذاتها هي اللي بتشكل المفاهيم بتاعه الايه، البشر في ادراكهم. يعني انت دلوقتي كده لما تقول انا شادي هوت او انا جمال هوت، وهناك عالم خارجي خارج عني، موضوعي يدرك، علمي منفصل عن وعي، طيب ما انا في النهايه هدركه ازاي العالم ده؟ هدركه الاول عن طريق حواسي. ايه رايك بقى؟ انا مش عايز اخد كلام في الطب عشان اكمل هيترصد لان معلوماتي قليله، يعني ما هو انا عيني دي لها قدره على الايه، على الرؤية، يعني محدودة، يعني لو مر عليها عدد معين من الصور في اللحظة هشوف الصور متحركة. طب هي الصور متحركة ولا؟ طب ايه بقى الضفدعة بقى لو شافت النفس؟ انا والضفدعة قاعدين بنبص لشادي، انا هشوف ايه بقى والضفدعة هشوف ايه؟ بنبص لنفس المنظر اهو. بلاش يا سيد الضفدعة، انا نظري ضعيف وانت نظرك قوي، بنبص لنفس المنظر. إذن كل إدراكك للعالم الخارجي اللي أنت بتتكلم عليه ده هيمر عبر إيه؟ حواسك، اللي هي إيه برضو يا شادي؟ بنت الزمان والمكان، ولو أنت طفل صغير غير ما وأنت عندك 20 سنة غير ما وأنت عندك 40. إحنا بنتكلم إيه؟ واقفين إحنا أطفال أهوت في أعمار مختلفة بنبص لل، هتجيب الأشعة إكس وتحطها قدامي هفهم أنا منها إيه وأكمل هيفهم منها إيه؟ برغم إن إحنا بنبص على نفس المنظر، لأن خلفيته هو إيه؟ وخلفيتي انا ايه؟ إذن ادراكك للحقيقه الواقعيه الخارجيه هتمر عبر حواسك اللي هي محدوده بالزمان والمكان وبنت الثقافه، هتمر عبر وعيك وتجربتك التاريخيه اللي قبل كده. وانت يعني دلوقتي فهمك يا شادي للايات زي فهمك وانت كنت قاعد كده بالجلابيه الكسور وبتسمع قل اعوذ برب الفلق في السعودية؟ ما هو المصحف اتغير؟ ما هي نفس الآية، ادراكك لها ايه؟ يبقى ايه بقى على المجتمع؟ ما هو المجتمع برضو بيدرك العالم من خلال ايه؟ تجربته التاريخية، من خلال الوعي الجمعي ده. فإذا كنا عايزين نفهم المجتمع بتاعنا ونفهم ازاي بيتحرك ونفهم ازاي نقدر بقى نأثر فيه، يبقى لابد نفهم البوتاجاز شغال ازاي، ونفهم ايه المعوقات اللي موجوده فيه. ولذلك انا دايما ببدا من الوعي الايه، السائل، مش عشان اخضع له ولا التزم بيه ولا لا، لازم افهم عشان اعرف اتحرك فيه ازاي واستوعبه بامانه وبكل التقوى المعرفيه. لذلك مش هتجد عندي مثلا في خطابي، او انا بحاول ما اعرفش نجحت ولا لا، مش هتجد عندي تعصب في اتجاه مع اتجاه ضد اتجاه، بحاول أوصل إلى المعرفة كما إيه تتجلى لي. لكن أنا ممكن أعمل بقى دعاية بقى وإعلان وكده وأعمل بروباجندا بقى إن أنا إيه هقدم الإجابة الفلانية، ويبقى ونقف بقى للناس كلها ونعلمهم الصح إيه هو والغلط إيه هو، وأسهل حاجة بقى إيه الخاصة والعام، ويشطونا كلنا بقى. محمد ياسين بعد ما ياخد الدكتوراه هيقول لنا انتوا ولا تقدروا تتكلم، لان هو درس في الازهر بالرغم ان هو هندسه، هيقول لك انا خريج اصول دين. يعني اذا كان واحد ما خدش الماجستير ولا الدكتوراه من الازهر بس هو لابس عمه وبتاع، ويقول لك سعد الدين الهلالي بيخرب الاسلام وبيخرب الفقه اللي هو ايه بتاع فقه مقارن ومن اعدادي وهو في الازهر وكده، بس عشان ايه على من اتجاه بتاع المخالف له يعني، وهكذا. فنقطتك لابد وان نبدا من الحقيقه الثقافيه
مش هيحصل تغيير حقيقي الا ما نستوعب كل الناس بقى اللي عماله تنقل نقل تسليم مفتاح دي. انسى يا شادي، مش عشان انت رحت نيوجيرسي وقعدت 10 سنين هتيجي تقول لي ايه هو ليه احنا ما عندناش حقوق انسان زي حقوق الانسان اللي في نيوجيرسي، وانت اصلا بتكسر حقوق الانسان، بتخرج عن الـ بتعمل كلاب هاوس من داخل الفصل. ولو تضحكوا بقى كمان خليه يقول لكم اسماء ابنائه ايه اللي هو عمال يشيل ويحط على التابلو. جيسي مسمي جيسي و لا ايه يا ستي، ده هو جاي هنا بقى له 10 سنين بس، الاولاد مولودين هناك باين تقريبا. قول لها والنبي يا شادي عشان كبير شادي طلع فاسد. حمزه والحسن والحسين ولينا وسجى ما شاء الله، ربنا يخليهم ربنا يخليهم لك. ده انت شيعي بقى. لا بس عشان الكلام ده كله مسجل ومذاع بقى، انا اتوقف عند هذا القدر بقى بالنسبه للاذاعه للناس اللي هي في ناس كاتبه تعليقات معلش ما شفتهاش على طيب هنشوفها بقى بعدين. يعني هنوقف البث على الجروب، بنشكر الناس اللي تابعتنا على جروب تفكير والناس اللي تابعنا بعد كده على يوتيوب لما يتحط الفيديو، ونوقف التسجيل هنا في pause.